الخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. بداية التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم رساله حتى يتم عرض هذا من فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، والبث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، واللي عنده تعليق مناشدة مشكلة يترك هذا من التعليقات نقرأها وقت بث الحلقة أو يتم إرسالها لمراسلينا لمتابعتها بالصوت والصورة. المشوار كان يعني تعرفون اكيد الناس تنتظر موضوع او اي خبر يخص الفيضانات والسيول والامطار الغزيره وكل هذه الامور، احنا ان شاء الله ناخذها تباعا. راح نبدي من قضيه ايضا كلش مهمه تخص وزاره الصحه، او قرار جديد لوزاره الصحه اخذ لغط كبير وجدل كبير يعني حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس احيانا لانه وزاره الصحه بها الكثير من السلبيات ما تبدي تعرف الشيء الايجابي والشيء السلبي. الكتاب واضح جدا، احنا راح نشوف نسخه من عنده رغم انه هو غير واضح بالطباعه للاسف، لكن وزاره الصحه ارسلت كتاب الى كل الدوائر الصحيه في المحافظات، بالتحديد الموضوع يخص المراكز الصحيه. بالمركز الصحي تعرفون انا راح اشرح لكم اياه حتى يكون كلش واضح امام الناس. الكتاب يقول انه اي ابره من خارج المركز الصحي يحملها المراجع لا يمكن ضربها بداخل المركز الصحي. القضية الناس ظلت تقول لي عاد شلون هو أصلاً ما حد موفر دواء، المركز الصحي ما بي دواء، موجود الدواء أخذته، ما موجود من الممكن أنت تروح تجيب الأبرة لكن بوصفة الصحية اللي هي داخل المركز الصحي، غير ذلك لا يمكن إنه واحد يضرب أبرة يجيبها هو وياه ويجي يقول يدخل. تعرفون كثير من الناس تجيب أبرة حتى لو منطينها في منطيها الطبيب لهم، أو هم من الممكن مشتريها من الصيدلية، أو أصلاً متوفرة عنده بالبيت متعود يضربها. كثير من الناس الصبح يروح مباشرة للمركز الصحي باعتبار يفتح الصبح المركز الصحي عندهم دوام ويقول ضربوها، كان قبل المركز الصحي يستقبل مثل هكذا أمور، يدخل مباشرة للمضمد أو المضمدة يضربون الأبرة ويطلعون. هسه حاليا ممنوع، المركز الصحي فقط مسؤول عن الأدوية أو الأبرة التي تصرف داخل المركز الصحي من الطبيب المختص. أي واحد يجي لكم من برا المركز الصحي بعد ما راح يستقبل أي مريض يجي له من برا يحمل هو بيده الابره، لان هاي بيها تبعات او مكاتب اخذ تبعات قانونيه وصحيه وغير ذلك. كثير من الناس تجي تضرب ابره في داخل المركز ويتورط المركز الصحي بالقضيه اذا صارت مضاعفات، من الممكن الابره منتهي تاريخها، من الممكن اكسباير يعني تخزينها غلط عند الناس، من الممكن هو اصلا ما تفيده، واحد وصف لي هي. تعرفون الناس اكثرها جزء ما تروح للطبيب، تعتمد على والله قالت فلانه هاي خوش ابره عندي والله انا زايده تفضلي، وانا اضربها بالمركز الصحي، تروح الصبح تضربها بالمركز الصحي. ارجع واقول المراكز الصحيه هسه حاليا مسؤوله فقط عن ضرب الابر اللي يوصفها الطبيب في داخل المركز الصحي، وصفها ليش تاخذينها من الطبيب من الصيدليه في داخل المركز الحين للمضمد الموجود في داخل المركز ضربينها، ما يصير تاخذ ابرتك وياك من بيتك وتروح المركز الصحي بحجه انه هم قاعدين الصبح وممكن انه تضرب لي اياها. القرار انا اعتقد صائب والمفروض من زمان يطبق. بهاي احنا بهاي الحاله راح هواي امور سلبيه من الممكن نتفاداها، هواي امور صحيه من الممكن نتفاداها، كثير من الاشياء ممكن احنا يعني حتى الناس تكون اكثر وعي وتفهم هذه القضيه، لازم يكون عندهم وعي صحي بالقضيه، مو اي ابره تضربها. ولذلك هسه حاليا المراكز الصحيه امتنعت عن ضرب اي ابره يحملها المراجع او المريض، واتمنى يكون الناس على قدر كبير من الوعي والتفاهم وتعرف الشغلات الايجابيه من السلبيه، وان شاء الله يتم تطبيقها بشكل صحيح ويحاسب كل مركز صحي او كل مضمد يقوم بضرب اي ابره تكون من خارج المركز الصحي. ان شاء الله دائما ما نسمع مثل هذه القرارات الايجابيه اللي تكون مفرحه وتكون من اجل حمايه ابناء الشعب العراقي في كافه المحافظات العراقيه، وبالتالي انه راح نسيطر بشكل كبير جدا على كل المتلاعبين بالامور الصحيه وخاصه اخذ العلاجات اللي هي غير مكتوبه بوصفه رسميه من قبل الطبيب المختص.
وأيضا من قبل بعض المراكز الصحية اللي موجودة سواء كان في بغداد أو في واحدة من المحافظات العراقية. نروح للموضوع الآخر والموضوع اللي شغل الناس بشكل كبير جدا في أغلب المحافظات العراقية، وخاصة اللي تأثرت بالأمطار الفيضانية الشديدة اللي هطلت على البلاد منذ أيام ولحد هذه اللحظات، يمكن بدايتها أنه من المحافظات الشمالية وصولا إلى البصرة ومياه السيول والفيضانات، وأيضا الكميات من المياه اللي أطلقتها الحكومة العراقية سواء كانت مسد الموصل أو من بقية السدود الأخرى من أجل تقليل منسوب المياه المخزونة داخل المحيط المحاصر لها بسدودها وأطلقتها تبعا إلى نهر دجلة، ومن ثم أنه الأنهر الفرعية اللي شاهدناها اللي راح نشاهدها من خلال الصور وصولا إلى الديوانية، وهذه أيضا ارتفاع مناسب المياه في نهر الديوانية ونهر دجلة وغيرها من الأنهر الفرعية الموجودة، بالتالي أنه سبب مشاكل كثيرة وبدأ يشكل بخطر كبير على الأهالي اللي موجودين داخل مدينة الديوانية، وأيضا كأجهزة مختصة في المحافظة استنفروا كل طاقاتهم وكل دوائرهم المعنية من أجل تفادي وقوع أي حوادث ممكن أن تكون تخسرنا الأرواح في محافظة الديوانية. نتمنى البرد بردا وسلاما على كل الأهالي الموجودين في الديوانية، وأيضا هناك صور أخرى في من مدينة الموصل، وأيضا كميات كبيرة من المياه اللي موجودة في نهر دجلة وأيضا في المناطق اللي شهدت أمطار غزيرة وسيول وغيرها من الأمور اللي أطلقتها أيضا الحكومة المسؤولة عنها بشكل مباشر وزارة الموارد المائية. وأيضا أنه يمكن البعض متخوف أنه من كميات الماء اللي موجودة والمحصورة في سد الموصل، متخوفين أنه من انهيار السدود، مثل ما أنه كثير سمعنا من الشائعات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك جهات مختصة أنه لحد قبل ساعة أنه طمنت الأهالي وقالت أنه سد الموصل ما زال يعمل بشكل جيد ولا وجود أي مخاطر على السد وعلى الأهالي اللي موجودة في الموصل، سواء إطلاق كميات من الماء من أجل الحفاظ على المستوى المطلوب داخل السد ومن ثم أنه يجري في مجرى النهر دجلة وصولا إلى بقية المحافظات العراقية، منها أنه سامرة أيضا تعرضت لكميات كبيرة من المياه الخاصة بالأمطار وأيضا مياه السيول اللي موجودة واللي شاهدناها منذ عدة أيام، ودائما ما تتأثر صلاح الدين وبالتحديد قضاء الشرقاط بهذه الوضعية اللي صار لنا فترة أنه نعاني من عدها، لكن الحمد لله وشكرا أنه بدينا شوي شوي نتعود على الوضع كونه أنه صار طبيعي، لأنه إحنا يمكن من أكثر من 70 سنة لحد هذه اللحظة ما مشاهدين كمية أمطار أو هطول أمطار غزيرة مثل هذه اللي هطلت علينا بالأيام الماضية. وأيضا أنه وزارة الموارد المائية حذرت كل الساكنين بحوض النهر ويعني طلبت من عندهم أنه الإخلاء بأسرع وقت ممكن حتى أنه نتفادى الخسارة، وبالتالي أنه شاهدنا من خلال الصور أيضا كمية كبيرة من المنازل أنه تعرضت للغرق التام بسبب ارتفاع مناسيب المياه اللي موجودة في نهر دجلة وبقية الأنهر الفرعية. وزارة الموارد المائية بدأت هسه أنه نشاهدها، لكن للأسف أنه كنا نتمنى نشاهدها منذ أيام طويلة ماضية حتى أنه تعمل بشكل جيد وتقدم خدمة إيجابية لكل أبناء المحافظات العراقية، وأيضا أنه طالبنا من عندهم أنه تغير مسار السيول القادمة والجارفة سواء كانت من إيران أو من بقية المحافظات الشمالية حتى أنه ما تأثر بشكل سلبي على المناطق السكنية، دائما ما تخليها أن تكون بعيدة وبرية حتى نتفادى جميع الخسائر اللي يعني اللي شاهدناها واللي مرينا بها منذ عدة أيام وخاصة في الموجات الممطرة السابقة. هذه الموجة أنه هي مستمرة، وكثير من الخبراء المائيين حذروا أيضا بوصول مشاكل أيضا لديالة وغيرها من المحافظات العراقية إذا استمر الحال على ما هو عليه، وأيضا ارتفاع مناسيب المياه ممكن أنه يهدد أكثر من 6500 شخص بس في محافظة ديالة، وهذا الموضوع أيضا خطر. فنتمنى أنه من الحكومة المحلية اللي موجودة في الديالة أيضا يأخذون الحذر ويبدون أنه يخلون المنازل القريبة في حوض النهر ويبتعدون عنها بشكل كبير جدا حتى نتفادى جميع الخسائر الديوانية وموصل وسامرة وأيضا قضاء الشرقاط وغيرها من المحافظات العراقية اللي تأثرت بمياه الأمطار أو ارتفاع مناسيب مياه الأنهر اللي موجودة في العراق. ودائما ما نقول أنه بردا وسلاما على جميع العراقيين، وإن شاء الله أنه هذه المياه تكون مياه خير ومياه بركة ورحمة على جميع العراقيين، لكن أنه هناك خسائر أيضا بالأراضي الزراعية. إن شاء الله الأيام القادمة أنه عندنا حكومة إن شاء الله تكون على قدر كبير من المسؤولية وتعويض كل الفلاحين والمزارعين اللي موجودين واللي تأثروا وتأثرت أراضيهم بسبب ارتفاع مناسيب المياه سواء كانت في البصرة أو حتى في المحافظات الشمالية. طيب بما انتهى رأفت بموضوع الديوانية، قبل أقل من تقريبا من ربع ساعة
حذروا انه هناك تساقط او موجه امطار غزيره جدا راح تصادف، يمكن هسه حاليا احنا جاي نحكي وفي الديوانيه هناك امطار غزيره جدا، فحذروا الاهالي والناس ايضا من موضوع الغرق. واحنا شفنا هسه حاليا الشوارع كلها يعني بشكل مخيف حقيقه، يعني الناس شلون دوامهم شلون، اكيد راح تكون هناك تعرفون انه ثلاثة عطلة، فمن الممكن انه اذا ساءت الاحوال الجوية من الممكن اعطاها باكر عطلة لبعض المحافظات. كل المحافظات او 7 محافظات او اكثر هناك غرق لشوارعها ومدنها، وهناك تحذيرات كبيرة للناس اللي قاعدين على ضفاف الانهر. يعني ما اعرف شغلة كبيرة مو هينة، ومهما كانت الجهود فهي تكون ضعيفة امام ما يحدث حاليا وكميات كبيره. يعني من الممكن كان بالبصره اول ايام قالوا احنا راح نعتمد على حتى المحافظات الاخرى، في حين هسه احنا جايين نشوف انه اليوم في الناصريه كان حالوب وحجمه كبير جدا وهو اصلا مو وقته، وهذا ايضا راح ياثر على الزراعه بشكل كبير، هناك محاصيل لا تتحمل هذا البرد ولا تتحمل هذا الحالوب، يعني هي خسائر ماديه ومعنويه حقيقه. الأمطار زايدة عن حدها، خاصة إحنا ما عندنا سدود وخزانات كبيرة للاستفادة. هذا درس للحكومة أن تقوم ببناء خزانات إضافية، سدود إضافية. إحنا عندنا الجسور ما تحملت قوة الأمطار، هي من البداية يعني تعاني الأمرين، وصار لنا سنين نحكي أنه يكون دائما يكون هناك صيانة حقيقية، مو أنه هو مثل جسر السويس رابطينه كانوا بحبال. ونفس اليوم مدير الجسور قال ما عليه شيء، ما عليه خطر، واخر شيء غلقوه لانه هو مهدد بالانهيار، جسر الحريه سقط. يعني احنا عندنا هاي حقيقه، هاي ايضا تضاف للخسائر الماديه. احنا عجله التقدم والتطور والاعمار كلها متوقفه بحجه انه تقشف، وهي الاموال موجوده، هاي ايضا فتح لنا باب جديد. الناس اللي تم اخلائها الى اماكن اخرى، هاي تحتاج الى اماكن وتحتاج الى اكل وشرب، مدارس تعطلت، يعني احنا عندنا خسائر كبيره حقيقه. ولكن شو نسوي، يعني هذا الموجود، يعني هذا اللي صار، وهي قضيه اكبر من تحملنا واكبر من طاقتنا وخارجه عن ارادتنا ايضا، لكن نحتاج الى تكاتف جهود حقيقيه. وارجو انه ينطون الخبر اول باول، يعني وزاره الموارد المائيه وكل الوزارات المعنيه وكل الدوائر المعنيه عليها ان تنطي الاحداثيات اول باول، تساهم في اخراج الناس قبل ما تصير الكارثه، لان موضوع اخراج الناس قد يكون هناك خسائر بشريه، نحاول قدر الامكان ان نحمي الناس قبل ما تقع الكارثه. طيب نبقى احنا تقريبا بنفس الاطار. تعرفون صار فترة يعني هي الموصل تضررت بموضوع الأمطار، وهنا غلق الجسور، هناك معابر قد سقطت، هناك جسور قد انتهت بهاي الفترة، ويعني الموصل من نكبة إلى نكبة. وأكو قضية كلش مهمة، تعرفون أنه احنا هم أيضا قبل فترة أخذنا قضية سواق الشاحنات اللي يدخلون إلى الموصل يعانون من قبل موضوع السيول، يعانون من ناس تاخذ معدهم رشاوة كبيرة وتبيتهم، واللي ينطي فلوس هو يعبر. هسه صادفتهم مشكلة كبيرة أخرى، خاصة أصحاب الشاحنات اللي يجون من خارج المحافظات، هذول يجون من محافظات ثانية، يعني أيام يلا يوصلون إلى الموصل ولازم يفرغون حملتهم ويرجعون، عندهم شغل وهذا شغلهم ورزقهم. حاليا بعد إغلاق جسر السويس وبعد انهيار جسر الحرية وبعد إغلاق عدة جسور، هم حاليا بالطريق، لا قادرين يرجعون ولا قادرين يبقون، خلصت فلوسهم، خاصة جايين أرجع وأقول من المحافظات، لا أكل لا شرب لا غسل، لا يعني عايشين بالشارع. راح نشوف معاناتهم الكبيرة، الناس تتصدق عليهم ظلت، لأن فلوسهم خلصت، كانوا يشترون من فلوسهم اللي هم مثلا متوقعين خلينا نقول يتأخرون خلينا نقول 3 أيام 4، وإذا بهم 15 يوم، فأكيد فلوسهم خلصت. هسه حاليا يقول لك سوونا أي طريقة، الأغراض اللي عندهم من الممكن إنه تنتهي، إحنا أمطار تعرفون والجو بدأ نوعا ما شوي يحتار وقت الظهر، هاي المواد من الممكن أن تتلف، وهاي خسارة أيضا كبيرة عليه هو. فنتمنى إنه يكون هناك فعلا حل، لازم هناك طرق بديلة، وهم ما يندلون اكيد كل الطرق، يا ريت يكون هناك متابعه لهذا الموضوع وفتح طريق لهم خاص حتى يعني هذه الحموله يتخلصون منها ويرجعون الى محافظاتهم او مساعدتهم على الاقل، دول اهل البلد، يعني ما يبقون خطيه على الناس يتصدقون عليهم اليوم وباشر عقبه وهم ما عارفين يرجعون يبقون راح يدخلون الى الموصل. نشوف التقرير ونتمنى انه يكون هناك استجابه سريعه للقضيه، لان فعلا قضيه كبيره وانسانيه وتحتاج الى متابعه حقيقيه من قبل الجهات المعنيه. استاذي العزيز، احنا سواق شاحنات
من البرادات، من العرباين، من البوديات، كلها واقفين هنا، صار لهم يعني تقريبا حوالي من حادثة العبارة إلى حد الآن. هاي معاناتهم، واقفين هنا بالشارع. عندك هنا أبو الموصل ما عليه أي إشكال، بس جماعة المحافظات لا بقى عندهم فلوس، لا بقى عندهم أكل. وهسه اليوم العالم فزعت عليهم. هذا أبو المطعم، مطعم ما شاء الله هنا فتح المطعم مالته من الصبح، جاي أكل بالأوادم وبالسواق اللي واقفين هنا، من أهل الموصل ومن أهل المحافظات، كلها بسبب الجسور. كل هذا بسبب الجسور. شلون؟ صار لنا تقريبا حوالي 12 يوم على هاي الوضعيه، كلها طابقه وماكو طريق الناس تعبر. اي جسر ماكو بالموصل يعبر هاي التريلات. هو سياره صغيره بالدوب جاي يعبر، النوبه تريله ما جاي تعبر والله. الناشد المسؤولين، الناشد الناس اللي خيرين يشوفون حل لهاي الوضعيه. اخوي اكو طريق من يم بادوش، طريق الشيخ الحند يربط على بادوش. يفتحون طريق من غادي، طوافات، عوامات يقدرون يسووا، اول شيء لا يفوتون على المدينه، وثاني شيء براحتهم يروحون ويجون، ليش يظلون للاربعه وودي وجيب وهذا ياخذ منهم وهذا ياخذ منهم؟ من غادي يطلعون براحتهم، لا يعيقون احد ولا احد يعيقهم. فشو شلون الناشد كل من يهم الامر، كل من يهم الامر هذا الشيء. احنا نناشد عمليات نينوى بفتح الطريق، صار لنا اليوم اسبوع هنا، وهاي حمولاتنا كلها اللي اكس باير واللي كذا. احنا نناشد عمليات نينوى نجم الدين بفتح الطريق، لان جسر الرابع ما جاي يعبرون عليه، النصير ما جاي يعبرون عليه، طايف مي. احنا نناشده بيفتح لنا طريق السد، يسوي لنا حال، يسوي لنا كذا. هاي البرادات اللي اكس باير راح حملها، واللي هواي حمولات يعني كلها اكس باير. وصارنا اليوم 7 أيام هنا، لا لينا ليل ولا نهار لنهار. احنا من اهل الانبار، واللي من الجنوب واللي من كل العراق، كلها مختلطه هاي هنا وكلها بالضيم، كلها. وهاي السياره هسه تصوري منها تروح منها الى غاد، كلها موجود 2000 سياره. احنا واقفين صارنا اليوم 7 أيام هنا. شو السبب؟ سبب هذا الجسر طايف مي. صارنا 7 أيام هنا، هذا الجسر طايف مي. اكو هوايه بديل بس ما جاي يفتحون لنا اياه. احنا نناشد عمليات نينوى نجم الدين، نجم الجبوري، نجم الجبوري بفتح طريق للشاحنات بتسهيلنا الى بغداد. يعني ما لها حل هاي الجسور. الموصل 5 جسور وبيها 3 عمرات ما يقدرون يعبرون من واحد من عندهم. واني من النجف ومحمل بضاعه، وهاي بضاعه العالم. هذا اللي محمل غذائيه، هذا اللي محمل مواد غذائيه، انا محمل حفاضات، وراح يصير لي 11 يوم ويا هذا اليوم. وصار لي تقريبا 6 أيام بس انا هنا واقف، ما يقدرون يعبرونه من جسر النصر، مو جسر النصر، جسر الحريه قبل ما يوقع، مو جسر الحريه، جسر العتيق، مو جسر العتيق، جسر الخامس. إيه ليش؟ يعني ماكو، يعني ما حد يطلع من هاي الحكومه يقول هذا السائق شنو ذنبه؟ إيه ليش؟ 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 يعني ماكو رحمه؟ يعني ما عندنا عوائل؟ يعني ما حد يريد يوصل لاهله؟ يعني مثلا يقول هذا بالموصل هنا بيته، يذب سيارته ويروح، بس انا بيتي بالنجف، وين اروح انا؟ وين اروح؟ واحنا 3 سيارات. يعني يومين وعبور، والسائق لازم، سائق اللوري لازم احترام، تقدير من كل شيء بسيطرات، وين ما كان. ماكو لا احترام، لا تقدير للسائق اللوري. سائق اللوري اللي يجيب الغذائيه، اللي يجيب التجاره، اللي يجيب المواد الكهربائيه، يجيبها من حدود تركيا يوديها الحدود الكويت، الحدود السعودية، الحدود سوريا، الحدود إيران. يعني هذا كله مو زين سائق التريلة، وبالتالي عاملينه وموقفينه على الرصيف أو لا يعبرونه ولا. لما وقع جسر هذا الحرية وما عبرونا عليه. ما يصير هذا التعامل صراحة. يعني حتى هم اشتكوا من قضية السيطرات وتعاملهم. احنا بلد واحد، يعني حرام انه المواطن العراقي يشعر بذلة خارج محافظته. احنا المفروض نشعر كلنا بلد واحد، يعني ما يسأله هو منين وشنو. والمفروض هسه يتم يعني كلهم هذول ياخذونهم، حتى لو كان هناك ماكو طرق بديلة. المفروض على مجلس المحافظة ولا هسه هم ناس
تريد تسقط ناس، ناس تصعد على ظهر ناس. وياما واحد يحكي كان المفروض أن يكون هناك اهتمام بالقضية، هاي حالة إنسانية، مطار وفيضانات وتركين أهلهم، هم على باب الله وهذا رزقهم، والقضية أيضا مو بإرادتهم، موادهم راح تخرب، لازم أنه أنا أسوي لهم حل، لو هم مو بشر، لو هم مو من العراق، لو هم من كوكب الأرض، ما يصير، المفروض أنا أسوي لهم حل، أفتح لهم الطرق. طبعا القضية هاي أيضا تشمل واحد من يروح إلى بغداد يشوف بس على امتداد الطريق هاي الشاحنات، ما اعرف شلون هم الله منطيهم صبر خطيه الشاحنات، يجي باكله وشربه ويظل ينتظر ويسولفون ويوضع، ما اعرف والله ما اعرف هذا الصبر الطويل وباماكن ظلمه وبالبرد وبالحر. هاي هسه القضيه هم امام فعلا مأزق، موقف لا يحسد عليه، لا هم اللي عارفين يدخلون لان كل الجسور مغلقه، ولا عارفين يرجعون بالبضائع لان اكيد التاجر يقول لهم لازم تدخلونها الى الموصل، وهاي الخساره اللي هم صار لهم 10 ايام واكثر. عسى ولعل اليوم بعد عرض التقرير واحد ينتبه لهم ما كان يدري مثلا، ويتم متابعه القضيه ويتم ايجاد طرق بديله لهم، يعني احنا ما نقول تعويضهم لكن على الاقل انه واحد يعطيهم اكل وشرب، يهتم بيهم، ياخذهم الى يغسلون ينامون بشكل طبيعي، وبعدين يرجعون الى اهلهم سالمين غانمين. واحنا نتمنى انه مثل هكذا مواضيع المفروض ما تطلع، المفروض يتم حلها، اكو خطه طوارئ، اكو لجنه مختصه بهذا الموضوع حتى تحل كل هذه المواضيع، وإن شاء الله يا ربي تتعدى هذه الأزمة، سواء أزمة السيول والفيضانات وأزمة الجسور أيضا اللي للأسف اللي هي مهددة بالانهيار أو التي انهارت، إن شاء الله تتعدى ونرجع أفضل من قبل، ولو ما أعرف يا قبل منهم بس أفضل من قبل، على الأقل كنا عايشين يعني نشعر أنه هناك أمان. هسه واحد يمشي على أي جسر يخاف، يقول لك من الممكن أنه يسقط، يروح لأي مكان يقول لك راح أغرق، ما أعرف هذا البلد صاير فعلا نعيش على شفا حفرة، لكن بلكت الله أن يكون هناك اهتمام ومتابعة، واحد يقعد من سباته ويشعر بمعاناة الناس ويشعر أنه فعلا نحن في خطر، وكنا بمركب واحد إذا غرق يغرق الجميع. يعني أكيد هذه اللي شاهدناها هي فقط معاناة أهالي أو أصحاب سيارات الحمل التريلات في الموصل، لكن أنه تعالوا شوفوا معاناتهم أيضا في كل المحافظات العراقية، في كل سيطرة من سيطرة المحافظات العراقية هم لهم معاناة شكل ووضعيتهم تختلف عن وضعية بقية المركبات العراقية اللي موجودة واللي تسير في الشوارع العراقية. ما أعرف ليش متقصديهم وكأنهم فعلا أن هم اللي يخربون البلد، لا، اللي يخرب البلد هم المسؤولين الحكوميين اللي سواء كانوا في الحكومات المحلية أو حتى في الحكومة الاتحادية، وبالتالي أنه عدم الرقابة وعدم وجود لجان نزاهة على كل هذه الدوائر هو اللي تسبب بضرر في الشوارع العراقية والطرق، وبدت أن المعاناة تزداد شيء فشيء، وبالتالي وين يرموها؟ يرموها على أصحاب سيارات الحمل. نبقى في موضوع الطرق والجسور، وأكيد كل الجسور متهالكة في بغداد وحتى في بقية المحافظات العراقية، وتحدثنا بشكل مفصل حول الجسور اللي في الموصل وأيضا في قضاء الشرقاط اللي خرجت عن الخدمة، وجسور بديالة اللي هو جسر الشريف اللي انغلق، وأكثر من الجسور وصولا إلى البصرة واللي أيضا شاهدنا بها جسور مغلقة بسبب ارتفاع منسيب المياه، لكن هذه المرة راح نتحدث عن جسر قضيته مو ارتفاع منسيب المياه ولا أنه متآكل ولا أنه بجينات يعني راد لها صيانة. هذا الموضوع اللي هو راح نسولف فيه عن الجسر الإيطالي واللي هو من أهم الجسور اللي موجودة في محافظة البصرة واللي كلف الحكومة ميزانية طائلة من الأموال، وبالتالي خصصت من أجل إنشاء وإكمال هذا المشروع اللي هو سمي بالجسر الإيطالي. الجسر الإيطالي كل المشاريع اللي صارت به أنه هي فاشلة، حتى أنه التشجير اللي شاهدناه قبل فترة أنه الأشجار اللي جابوها وزرعوها في حافة الجسر أو على طرفي الجسر أنه أيضا من المشاريع الفاشلة والمتلكة واللي سببت بخسارة كبيرة بأموال المحافظة أو المخصصة لهذا المشروع. هذا الجسر بمعاناة كبيرة جدا، دائما ما نتحدث عن الكتابات العشوائية اللي موجودة على الممتلكات العامة، على المدارس، على الدوائر الحكومية، على الجسور، على غيرها من الأماكن اللي هي يعني تعد وتعتبر من الأملاك العامة، لكن الجسر الإيطالي شاهدنا مأساة ومعاناة كبيرة جدا حملها هذا الجسر، كتابات وألفاظ نابية غير أخلاقية مخيفة جدا، أنه ما ممكن أنه يقراها المشاهد أو يطلع عليها لأنه حتى بها عبارات غير أخلاقية، يعني ما أعرف حتى لاعبي الببجي أنه بدأوا يكتبون عباراتهم اللي هي الطيارة وما أعرف شنو، أكو عرب الطيارة موجودة على هذا الجسر. أنت عندك في الجملة تريد تعبر بها عن حبك لشخص معين، تروح تكتب لها على باب بيته زين، أو تزلها واتساب، تكتب لها بأي مكان فيسبوك، ماكو داعي تجي وتخرب الممتلكات العامة وتخرب الجسر الإيطالي وتشوه منظره وتخليه يكون يعني ما أعرف
هيك قدر احس انه من شاهد الكتابات عليه، لانه لا خط منظم ولا انه رسومات جيده ولا كذا، كلها عشوائيه، وبالتالي انه ماكو اي رقابه من قبل الجهات المعنيه. احنا اليوم اللي نطلبه من شرطه المحافظه والجهات المعنيه هم يخلون كاميرات عليه، وايضا انه يخلون عليه دوريات ثابته من اجل انه ايجاد حلول سريعه وانهاء هذه الظاهره السلبيه المخيفه اللي بدت انه تسيء بشكل كبير جدا للبصره ولاهل البصره، وبالتالي انه هذه الكتابات والعبارات الغير اخلاقيه نتمنى انه ما نشاهدها مره ثانيه على اي جسر ولا على اي مبنى حكومي ولا على اي رصيف ممكن انه تكتب هذه العبارات. مثل ما قلت لكم انه تريدون تعبرون بها كتبوها على الواتساب على الفيسبوك او دزوها بكتابه خطيه وورق ودزوه للشخص المعني، ماكو داعي انه تروحون وتشوهون منظر الجسر الايطالي، واكيد الموضوع بتكمله وببقيه. طيب يعني طبعا هو حب الوطن وحده من من من, من التعبير عنه انه الواحد يحافظ على الممتلكات العامه، لان هي مو بس الك، هي الك ولغيرك، وهذا يبدو انه واحد نفس الشخص، فلذلك احنا نطالب بشده ان يكون هناك كاميرات مراقبه حتى نعرف من هذا الشخص. قبل فتره هناك بعيد الام اكو واحد كان يكتب، الشباب قدروا ان يشوفونه ويعرفونه وحكوا وياه يعني حتى بطريقه عصبيه جدا، وقالوا له تمسح اي ام اي عيد ام تكتب انت على الحائط، حب امك روح لامك عايد امك، هذا اصلا هذا انا متاكده حتى ما يعرف امه. يعني ناس للاسف بس تحب الشوه، هش مجرد يعني شباب وطايش للاسف ما عندهم احد يوجههم. لكن رغم هذه السلبيه وهذا الشخص اللي انا اعتبر شخص شخصين مو هواي، هناك بالمقابل حاله ايجابيه رائعه من مجموعه شباب من البصره، من شافوا أن المنظر تشوه بشكل كبير قاموا ب يعني تصوير الموضوع قبل وبعد، قاموا بطلاء الجسر وتنظيفه على نفقتهم الخاصة، مثل ما نشوف أنه حتى التقطوا الصور وهم بعدهم ببدلات العمل ومتسخين بالصبغ. لكن هذا مو شغلة، أنا أرجع وأقول إحنا ما يصير نبدي نخرب وناس تعمر، يعني لازم نوصل إلى مرحلة أنه إحنا نعمر ونعمر، إحنا نعمر ونحافظ، احنا نحافظ ونديمها ونطالب بالمزيد. اذا نبقى هالشكل ناس تخرب وناس تعمر ناس حتى راح ننطي فرصه كبيره للجهات المعنيه والمسؤولين والوزارات وكل من موجود في السلطه يقول يا هذول هم شعب متخلف، هم جاي يخربون، هم جاي يوسخون، فاحنا على شنو احنا صارفين الاموال نحطها بجيبنا؟ المفروض ما نعطي مبررات، يا ريت يكون هناك وعي، يكون هناك محاسبه قاسيه، الاهل، المدارس، المجتمع المدني، يا ريت يكون هناك اهتمام بالموضوع، لان هذا بلدنا يا ناس، عيب يكون بهذا المنظر وبي ناس ثلة للاسف قاعد يخربون كل ما جاي ينبني وكل ما جاي يتعمر. نروح لموضوع اخر، وهذا الموضوع امام انظار رئاسه الوزراء اولا ومن ثم الجهات المعنيه والمتمثله بمحافظه النجف ومجلس محافظه النجف الاشرف حول التجاوز على الاراضي الاثريه واللي تعود لحقبه زمنيه مهمه جدا اللي هي ما قبل الاسلام وحتى في بدايه الاسلام، ولحد سنه 2002 تم الاعتراف بشكل رسمي في احدى الجرائد المهمه والرسميه الحكوميه باعتراف باثريتها، لكن للاسف بفضل الفصائل والميليشيات والناس الغير معروفة واللي عندها سند واللي عندها ظهر في محافظة النجف، بدت أن هناك تجاوزات كبيرة جدا على هذه المنطقة، وبالتالي أن المختصون يطالبون الجهات المعنية بالحد من التجاوزات على هذه الأراضي كونها تمثل حضارة بلد وهوية بلد بأكملها. نتمنى أنه بعد مشاهدة التقرير أنه الجهات المعنية تتخذ الإجراء اللازم بحق المتجاوزين ومنع التجاوزات بأي شكل من الأشكال على هذه المنطقة واللي هي حيرة الأطلال. انا من 2012 هنا، يعني اقدم واحد يهم حاليا انا. زين هاي احنا بلغناهم ساعتها اسم المنطقه اطلال الحيره القديمه. زين كنيد رسحوا لها. نعم بالضبط. زين من 2012 لهذا اليوم نمنحهم ما يمتنعون. زين نكتب عليهم تقارير من قبل داره الاثار. زين ونقيم عليهم دعاوي. زين والدعاوى لحد الان يعني ماكو واحد فلشوه لحد اللحظه من 2012 نكتب تقارير ونتعب. زين واحنا يا ما هددونا، يعني هواي هددونا جماعه. زين هددونا بالقتيل وغير شغلات. ثلاث مرات انا بالنسبه لي ضربوا سيارتي المدينه الخاصه بي، طققوا تيارات همين. زين وكل هاي يعني ظلينا احنا مستمرين بهذا العمل، لان هو شنو واجبنا
احنا موظفين من قبل الدوله. زين نشوف مثلا هذا البيت اجينا ب 11:30 بالليل، زين اجينا ثاني يوم الصبح لقينا مبني. زين نكتب شرطه الاثار يطلعون دوري ويانا، زين هم نتعرض المواطنين يتعرضوهم اتياها مالتكم. زين يابا احنا شرطه اثار امتنعوا يروحون شرطه الاثار وشويه جماعه يرجعون يبنون. زين ومن 2012 على الحاله هاي الشوارع هاي نفس الشيء. هذه المنطقه هي جزء من مدينه الحيره القديمه التي يعود تاريخها الى الفتره التي سبقت الاسلام. هذه المنطقه ليست طاب زراعي وانما هي دخلت ضمن التصميم الاساسي لمديريه بلديه محافظه النجف ووضع اليد عليها من قبل دائره الاثار باعتبارها منطقه اثريه معلن عن اثريتها بالجريده الرسميه الوقائع العراقيه ومحميه بموجب قانون الاثار العراق النافذ رقم 55 لسنه 2002. ولكن هذه المنطقه واغلب المناطق تعاني من التجاوزات المستمره من قبل ناس لا حقيقه لديهم اي سند قانوني في تقطيع الارض وتوزيعها، ونحن كمفتشية اثار نقوم بدورنا من خلال اقامه الدعاوى في المحاكم المختصه وتسيير الدوريات والحراس المدنيين، ولكن كل هذه الاجراءات حقيقه لم تكن اجراءات ناجعه لمكافحه تلك التجاوزات بسبب كثرتها وعدم وجود قرارات حاسمه من المحاكم المختصه للسيطره على تلك التجاوزات. المسؤولية مسؤولية مشتركة، يعني الواجب الأول والراعي الأول هو الجهات الأمنية والجهات المسؤولة المتنفذة في البلد. يعني عندما نشوف هسه هاي الشوارع بس ننظر هالشيء نطلع عليها، شوارع أصبحت سبيس نظامية بين ليلة وضحاها، ماي جاي ينجر بصفة رسمية، كهرباء جاي يجرهم بصفة رسمية، ومع العلم هي مثبتة بالبلدية منطقة أثرية وضمن المواقع الأثرية. يعني البلدية تعلم، دائرة الآثار تعلم بها، المحافظة تعلم بهذه القضية، واثنين أنا جاي أحمل مسؤولية لنفسي أول مرة كمواطن. هاي مسؤولية ذاتية، واثنين أحمل للأجهزة الأمنية وكل الدوائر اللي تشرف على قضية الآثار تتحمل مسؤولية مباشرة. يعني ما معقول أني أجي أشوف طرق هسه أشبه بالطرق الرسمية وهذه الأعمدة وهذه العلامات اللي راح توزع بها القطاع، ويوميا نجي 10 بيوت وخمسة بيوت وعشر بيوت جاي تنبني. طيب ما نشوف هالدولة؟ يعني احنا ما باستطاعت الجهات التنفيذيه في المحافظه ان تطلع دوريات ثابته. انا ما اريد دوريه متحركه تجي الصبح وبالليل بدون الجماعه، لا، دوريه ثابته. واحنا عندنا قوات امنيه ما شاء الله، وعندنا أعداد من الأجهزة الأمنية كثيرة جدا. أنا أقول أكيد الحكومة المحلية وأكيد الجهات الأمنية هي تعرف ما يحدث على هذه الأرض، لكن أنه يغضون النظر بشكل مباشر عن هذا الموضوع، لانه اكيد انه الناس المتجاوزين هم عندهم سلطه اقوى من القائمين على الدوله، وبالتالي انه غياب القانون هو اللي خلى الفوضى تكون عارمه وموجوده في كل مفاصل المحافظه، وبالتالي انه هذه المشاكل بدات تزداد شيء فشيء. فاحنا اليوم نضم صوتنا لصوت المختصين، وايضا نطالب الجهات المعنيه بالحد من انتشار التجاوزات على هذه الارض، كون انه هذه الارض تمثل هويه بلد وحضاره للعراقيين. فنتمنى انه هذه الايام المقبله انه ما نشاهد اي طابوقه موجوده وتنبني على هذه الارض اللي هي اطلال الحيره واللي سموها كنيديره. طيب شكرا لي بس على السريع لاهل الموصل اللي وفروا 300 سله غذائيه للسواق وقاموا بتوزيعها، شكرا لكم فعلا، هذا هم العراقيين. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام في امان الله. اذن وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.